الأعضاء المحترمون الذين التحقوا بنا اليوم إخوة لنا في هذا الإنجاز والاستحقاق الوطني والتاريخي، آملين من الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه خير وطننا الحبيب. والآن مع النشيد الوطني. الكلمة الآن إلى رئيس الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. استكمالا للجلسة الأولى للمجلس الأعلى للدولة التي عقدت يوم أمس والتي علقت للانعقاد اليوم لإنجاز استحقاق انتخاب هيئة وهيئة رئاسة المجلس المكونة من رئيس ونائبين ومقرر، التي نأمل أن نوفق في اختيارهم اليوم. أود أن أرحب بالسادة الزملاء الذين انضموا إلينا اليوم ولم تسعفهم ظروفهم الحضور يوم أمس.
نبارك حضورهم ونرحب بهم أشد ترحيب، ونسأل المولى عز وجل أن يوفقنا اليوم لإنجاز أول استحقاق مهم ليتمكن هذا الجسم من مباشرة مهامه، وبالتوفيق إن شاء الله. الآن أرجو من السادة رجال الأعلام أن أو أستأذنهم لمغادرة القاعة مع الإبقاء على كافة آليات ومجهزاتهم حتى نرتب موضوع طريقة الانتخاب، ثم سوف ندعوهم لحضور عملية التصويت وفرز الأصوات، شاكرا لهم حضورهم وتججمهم هذه الأيام. أيضا أتمنى من الذين من غير الأعضاء أن يغادروا القاعة أيضا، وبارك الله فيهم.